أول حاجة وفيا مش بس فعايز أشكر اليانس فرنسيس وأشكر كير تحديدا كير again I would say that in English for you that Pierre makes a lot of effort. No, I want to talk about you for a moment again. Okay, Pierre, أنا أتكلم بعرض برضه هو بيبذل مجهود أنا قلت قبل كده هو عارف مقولي بيير بيبذل مجهود كبير عشان يحافظ على تراث المدينه مدينه بورسعيد وهو قلبه قوي على المدينه وانا لو هو كان في مدينه خارجيه ولا مدينه يعني انا بشوف مشاريع زي المشاريع اللي بيعملها ويحافظ على تراث مدينه بورسعيد في الخليج والاوروبيين ماسكين مدن خارجيه عشان خاطر يحافظوا على التراث بتاعهم وده بيبقى هم بياخدوا فلوس قبل كده بيير شغال بامكانيات اقل كتير وانا جيت بورسعيد عشان خاطر مثلا بروجكت من هو مروج الاليانس فرانسيس. يس. ميرسي بوكو اي مالغري كو إلى في بوكو دي جون دوروبيان كي ترافاي دون دوتر بيي مي كي بريند بوكو دارجون اي كي في لا كومباريزون افيك بوكو ا تو بري غراتويتمون اي كو بو فيت بوكو دي فور اي اون ميم تون فوز ايمي لو بيي اي فو بو فيت لو كور ايجنسي. So before talking about برضو قبل ما أتكلم على الصورة ما بحب قبل ما أتكلم على أي حاجة أفتكر دايما صورة الشهداء اللي هم أكيد قيمتهم متحملة بالصورة أي حد في لجنة التحكيم هيشوف صورة عن الثورة يعني شفت كومنتس أنت بتشير الصورة وناس قالت لك القيمة الفنية في الصورة في صور أجمل من كده وفي كده عندهم حق بس هو يعني أكيد لما زي انت عارفه افلام راحت مهرجانات على تعرض في مهرجانات عالميه عشان بس كانت عن الثوره والحقيقه القيمه الحقيقيه في العمل جت اتحملت من اخر جزء من التاثير بتاع الثوره فمعلش في اثنين كده شغالين في دماغي دلوقتي احمد بسيوني اللي استشهد وهو ماسك كاميرا عشان يوثق الاحداث يوم 28 يناير كان في تشكيل وهو يعني هو استاذ في كليه فده وكان بيدي ورش لاصحاب كتير اللي هي للاسف انا ما كنتش صديق مباشر بس بيني وبينه في كتير كان مؤثر على كان بيقعد يعمل ورش للشباب وكده كان حد ناشط فني قوي جدا فبفتكره في دماغي يعني دايما صورته في دماغي كان مصور تاني حد يعني زياد بكير طبعا فنان حد صور مصر عشان صاحبي جدا مايكل مسعف ده حد تحسيته دبابه قدام احداث ماسبيرو ده بقى صاحبي شخصيا اشتغلنا مع بعض كتير ما بحبش اتكلم في اي حاجه او اي حاجه عامه دايما قدام مايكل انه مستشهد قدام ماسبيرو ونسيته دبابه فده اي قبل اي كلام بقول بس ممكن ابدا اتكلم عن الصوره انا ببساطه شديده جدا عن الصوره صحيت الصبح كان بدري شويه الساعه 10 11 وانا كان عندي كاميرا الكاميرا اللي ماسكها فيها دلوقتي دي اول كاميرا بروفيشنال تقريبا في حياتي دي عندي معايا بقى اسبوعين بس الكاميرا اللي معايا كان معايا كاميرتين كاميرا بسيطه جدا 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 اسمها كودك ايزي شيرت ب 350 400 جنيه وكاميرا ثانيه اغلى شويه سيمي بروفيشنال فوجي ب 1400 جنيه. طبعا انا نازل من 25 يناير يعني انا متوقع ان انا ما ارجعش البيت اساسا او مثلا حد ياخد مني الكاميرا يكسرها او تحصل لي اي مشكله فكان الاختيار ان انا اخد الكاميرا الارخص الكاميرا عشان لما اخسرها عشان لما اخسرها تبقى يعني ما عجبتش قوي فبس فالكاميرا دي فانا بقول ده دايما بحب احكي القصه دي انه ما تقفش المعده يعني حاجز قصاد الفنان ياما افلام اندبندنت ياما مستقله وصور فوتوغرافيه الحمد لله صوره اتاخدت من 1000 صوره الحمد لله متاخده الكاميرا يا دوبك فيها ثلاثه اوبتي كالزوم و 350 جنيه يمكن دلوقتي 400 جنيه اللي عايز يشتريها ممكن يصور صوره كويسه تكسب في مسابقه وتوصل وهي بكاميرا ب 400 جنيه مش لازم تكون كاميرا دي اس ال ار ولا كاميرا كاميرا مش عارف كام ولا 5 دي ولا 7 دي ولا الكلام خالص بس رحت كنت كان الكرتون اللي عامل مركزي لطيف ده كان موجود
دار القضاء العالي. انا كنت نزلت، دي حاجه لطيفه، نزلت قعدت بقى خاطر في دماغي، قلت هركب ايه؟ انا ساكن في الدقي، يعني ثلاث محطات من ال، قلت اخد المترو. وبعدين برضه بروح الواحد اللي بيصور، قلت طب ما انا لو اخدت المترو هبقى بايع شويه، يعني انا المترو هيحرمني من فرصه ان انا اشوف الشارع، انا اخدها ماشي او اركب اتوبيس. فكنت انا ماشي لحد ما انا الدقي، وقلت برضه اشوف التواجد الامني بتاع، لو هتويت، لو هعمل حاجه، لو هتكلم حد اقول له خد بالك في كذا. فقلت اطلع من فوق واخدها، ما بتعرف تمشي حد من الدقي، من الدقي وشوط اخدت اتوبيس، وكانوا واقفين ساعتها كوبري الجلاء ولف من عند كوبري 6 اكتوبر اللي سامع قدام حزب الوطن تقريبا. شفت مسيره كده كان فيها حوالي 1500 واحد، قلت هيبقى اليوم مختلف يعني. وقدر ان الاتوبيس فضل ماشي في شارع رمسيس ونزلني عند منطقه دار القضاء العالي، وعديت على واحد من قبل المحامين، مش عارف حسيت ان القطر دار القضاء العالي، معرفش ليه، عشان صوت اسطوري تقريبا. وبعد كده بس ودخلت كوردون الامن المركزي، الظابط قال كلمه كتير بيحب يعاكس بيها الناس يعني، وهم داخل يعدي الكوردون يقول له خد بالك لو دخلت مش هتطلع، خد بالك لو دخلت ما تسالنيش، ما تطلبش انك تخرج تاني. فاللي حصل انه عاده في المظاهرات، يعني انا احيانا مش بروح مظاهرات كتير، ما بقاش، بس انا يمكن المظاهره اللي حصل معانا قدام كده كانت في احداث لبنان 2006، كنت في ثاني سنه في الكليه، برضه قال لي كده وبس. ومعاكسه ويفضل يضيق ويخنق ويفتح عليك ويقعد يلعب العكس كتير لحد ما بيشتيج الناس او يعتقل بعض الناس. اللي حصل بقى المره دي كان اليوم 25 يناير مختلف، انه مسيره كبيره للاسف انا ما جيتش من المسيره اللي كانت من جامعه الدول دي، من حته انا اللي بنى عليها في حياتي، ان انا ما اشتركتش في مسيره جامعه الدول دي اللي كسرت اول كوردون المركزي في شارع جامعه الدول، وجت من ناس من كوبري ناهيه. الاسطوره دي انا ما شفتهاش، مش عارف يعني، دايما بحب اسال الناس مين اللي كان في المسيره دي وكده يعني. فبس تقريبا المسيره دي هي اللي جت وخلت الناس اللي على دار اللي واقفين على سلم دار القضاء العالي يوميها، يعني هي فكره الكردون وضمت المسيره دي يعني. يعني المهم ان الكردون ده اتفك، يعني اتفك لوحده، الناس من كتر الناس ما كانت كتير، وكتر ما الامن المركزي ما جاش، ما كانش قادر المظاهره دي، اغلب الناس اللي فيها ضمت على ميدان التحرير بعد كده. يعني ضمت على مسيره، ضمت على حاجه ثانيه، انا مش فاكر بالظبط، ممكن نتابع اكتر الموضوع، لكن الناس كلها من غير بقى يعني، كان على الساعه 3 تقريبا، الناس يعني الناس من ثابت الوقتات قدام قبل المحامين والقضاء العالي، وضمت كلها على ميدان التحرير. فبس هو ده اللي حصل يوميها، هي دي الصوره، كنت واقف على درجه فرعيه في حساب في الفيفا الادخالي، وانا كنت فوق على السلم وبس، خدت الصوره دي. بس هذا ما حدث. وعندي بقى وعايز اديك نص تاني نص. المايك مش شغال اصلا. في مايك تاني. هو اتكلم من غير مايك عادي. مدينة الباسلة. رحت كل المدن القناة إلا بورسعيد. أنا سعيدة ومبسوطة جدا إن أنا لسه أهلي. هدخل في قصة الصورة على طول علشان ما أطولش عليها. أولا بس عشان التعريف اللي موجود على البتاع، أنا ما كنتش محجبة. بندانة. كانت بندانة. دي كانت بندانة. علشان بس الناس بتقول لي أنت فكيتي حجاب. ده مش حجاب. ما كنتش
بس ترى صحفية وقتها الدستور كان مقفول قبل الثورة فما كانش في أي ما كانش بس توضيح حمل الأخطاء التعريف بتاع الصورة اللي حصل اليوم ده أنا كنت متفقة مع صديقاتي ثلاث صديقات منورة ليا ثلاث صديقات بنات منورة ليا المفروض إن أنا يعني باخد معلوماتي منورة عشان نعرف هنلتقي فين مش حد عارف اصلا بقى فين ولا هنعمل ايه ولا فكانت بتكلم مع نوار وهي يعني الجايد ليا في تعلم المظاهرات ان انا مش بتاعه مظاهرات يعني هي مخضرمه عتيقه في الموضوع وكان معايا ثلاث صديقات صديقتين مديره ومخرجه كان ولاء سعده ومديره في السينما ونوار مراد نوار برضه انا بقى الجايد ليهم هما في الدنيا دي يعني كلمت نوار انا بنتقابل فين قالت لي يعني في السيده زينب قلت لها طب ماشي خد ميدان السيده زينب ركبت تاكسي ما رضيتش اخد العربيه عشان كفها العربيه طبعا رحت طلع السيدة زينة بيصنع رحنا السيدة زينة قبل السيدة بشوية بكلمنا مورا انتي فين لا والله انا في البابة هي بتعمل تموين غالبا وانا صاحبتي بقى اوكي هنروح من البابة خلاص غيروا ركبنا روحي طبعا طلعت بالتاكسي على البابة في طريق البابة كلمتها قلت يعني لازم اتاكد هي جايه عند الاذاعه والتلفزيون قلت له خلاص بصي انا مش هكلمك تاني انا مكسوف اقول للبنات ايه؟ يعني اقول لهم ان انا تايهه؟ احنا هنعمل ثوره واحنا تايهين في بعض. فطبعا رحت على الاذاعه التلفزيون ما لقيتهاش نزلت من التاكسي فين كنوار انا عند دار القضاء العالي. خلاص انا قلت البنات عند شارع بولاء ابو العلا احنا نتقابل في شارع بولاء ابو العلا واحنا اللي هنتحرك لوحدنا بقى ندور على اي مسيره ونمشي بيها. خلاص رحنا اتقابلت مع صديقاتي وطلعنا من بولاء ابو العيلة على لوحدينا ما كانش في حد خالص يعني لسه ما كناش شفنا مسيرة لغايه ما وصلنا عند دار القضاء العالي كانت بدات الدنيا بقى ايه تبان وناس في ناس كتير موجوده ريصه بقى وقت مركزي كتير وهتافات ف يعني ما كنتش عارفه ان جوزي هيدفع في المسألة لقيته هناك بقى لقيته عند دار القضاء العالي كان واقف اتخضيت اصلا كنت شغال ولا هو قايل يعني طبعين كده خلاص فبقول له انا موجوده مش عارفه اشاور له من راحوا قفلوا علينا بدا الامن المركزي يعمل كده هو يقفل انا من الناحيه دي وهو من الناحيه الثانيه وصديقاتي من الناحيه الثانيه هم عارفين يعدوا وانا ما عرفتش اعدي فخلاص كده مقفول علينا من هنا الامن المركزي ومن هنا الامن المركزي وفي النص فاضي يعني فالحقيقه يومها انا اللي اخترقت البتاع ودخلت وسطيهم وقلت اللي هيتحرش بيا هصوت لا انا كنت بقولها بصوت عالي علشان يخافوا ما يقربونيش بس يعني قلت له اللي هيقرب مني هبهدله فبس تعديت في حته يعني رحت لجوزي ومن ساعتها ما شفتهوش يعني سلمت عليه رحت سلمت عليه وبعدين ما اعرفش هو راح فين لفينا بقى وسط البلد كلها بمسيرات بدات اللي هي بدات